انا بس يمكن كلامي ياخد وقت كتير شويه يا استاذ احمد الحقيقه، لان يعني انت اخترت ملفين في منتهى الاهميه، هو عباره عن الوجه، وجه مصر، سواء كان السياسه الخارجيه او السياسه الامنيه الداخليه يعني. وانا هحاول اقول مش لل يعني مش هقول نفس المفردات اللي قالها السيد وزير الخارجيه او حتى السيد وزير الداخليه، لان انا دايما ببقى يعني بستهدف الناس اللي موجوده في الناس البسيطه قوي، لان دول يعني دول الاغلب والمفكرين والمثقفين ممكن يكونوا مستوعبين الكلام ده اكتر منه كمان. الناس اللي قعدت معايا في 2011 قلت لهم الدوله المصريه بقت انتبهوا، وكان هم مش مستغربين قوي للكلام دوت، والكلام ده كتير من يعني من الاعلاميين والمفكرين اللي كانوا موجودين في الفتره ديت انا قعدت معاهم وقلت لهم الدوله المصريه الروابط بتاعتها اتفكت. الروابط بتاعتها ايه يا استاذ احمد؟ يعني ايه الروابط بتاعتها اتفكت؟ انا اعتبرت ان الدوله بمؤسساتها، مش انا اللي اعتبرت ده، الواقع بيقول كده، الدوله بمؤسساتها هي عباره عن احزمه بتحكم الحماية والأمان والأمن للدولة، من أول مؤسسة الرئاسة للدستور للمؤسسات البرلمانية للمؤسسات الوزارات المختلفة، كل مؤسسة يتم استهدافها أنت بتفك حاجة في الدولة، كل مؤسسة بيتم استهدافها أنت بتفك حاجة في الدولة. فتصور أو تصوروا انك انت استهدفت مؤسسه الرئاسه، احنا هنا مش بنتكلم على اشخاص، احنا بنتكلم على حاله، بنتكلم على ايه؟ حاله دوله، مش حاله رئيس ولا نظام ابدا. انتبه، لما تستهدف المؤسسه دي انت شلت الراس اللي بتسيطر على مفاصل الدوله دي، ثم رحت مستهدف جناح من اجنحه الامن القومي المصري هي وزارة الداخلية، مش بس كده، ورحت داخل على عامل وقيعة اتحطت لها محاولات كبيرة جدا منهم للوقيعة بين الداخلية والجيش يا محمد، وقالوا ان الجيش ساب الداخلية ورطها، يعني ساب. انا بقول كلام مظبوط يا محمود؟ ده الحكاية. ثم ابتدت بقى البرلمان، وكان بغض النظر ماليش دعوه بموضوع ان ده كان انتخابات مزوره ولا مش مزوره، انا بتكلم على انك انت كان عندك مؤسسه، المؤسسه دي انت فكيتها بغض النظر عن العوار اللي فيها، لكن انعكاس التفكيك اللي حصل في الدوله المصريه في الوقت ده كان هيكون ليه تاثير عميق جدا جدا على استقرارها ومستقبلها بعد كده.